ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا حسين يا غريب يا سيدي يا سليب العمامة والرداء متى سلب الحسين بعد أن هد عسكره بعد أن قتل أبو الفضل العباسي هو القائل أخي عباس الآن انكسر ظهري يا أخي صلى الله عليك وعلى أخيك أبو الفضل العباس سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال على الشمال وغاص في الأوصاف يحصد للرؤوس ويحطم وفنى أبو الفضل الفوارس نكزا حتى رأوا أشد ثباتهم أن يهزموا صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم كردوا بأس له متقدم إلا وفر ورأسه المتقدم قسما بصارمه الصقيل وإنني بغير ساقعة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم حيف يا عباس شحبيك النصيب أو ما تهزك نخوتي وهذا النحيب بالشدايد يا قمر هاشم تغيب وبالخدر عود أختكم وصاية تغيب يا بدر الهواشم بالطفوف أو غمد خويا يصير جسمك للسيوف مولاتي تقل يا شباب ريت عيني لسهم عينك لا تشوف وقبل عينك ريتها مطفاه
مقطع جفوفك يا سبع القنطرة، ومن طحت بمن تلقيت الثرى، صارت سهام العدا تشوى وذرى، إلك من حار الشمس وقاية خويا، عمل عيني ولا لعد راسك تصيد، نال عمود الغدر من القصيد، للعمود الصابك بيا شف تصيد، وتشوف على الثرى مرماية، ما نريد الماي ابو فاضل خل نضل عطاشة، بس تعال يا عباس خويا رد لي الخيام، ما بيها بس نسوان، ما عطشان ما عطشان، ما نريد الماي خل نار الظمه داوي الظل بالشبود ومبرمه، لا شني الخدر يا من حام الحمه، ان ولت وتعرف العدى قصايه، قال يتعنيت لك واللون مخطوف مخطوف، وردتك لحالي وذلت تشوف يا ابو فاضل، لقيت العلم على النار ملفوف، وعذرتك يا من ما عندك جفوف يا اخوي، اي والله يا اخوي شبجت عليك رماح وسيوف، عذرتك يا من ما عندك جفوف، يا اخوي عذرتك يا من ما عندك جفوف. ليلى وباسم ابو فاضل دخيلك يا عباس، والله يا اخواني انا جاي وكل خوف خايف من ابو فاضل، انا اقرا عليك يا عباس، مشكور سيدي، شكرا يا ابو فاضل، والله حقيقه مغرقنا في فضله، ولا انا اقرا، الله اكبر على كل سيدي يا ابا الفضل، انت شانك يتكلم عنك المعصوم يا ابا الفضل. لما اصبح الصباح يا اخواني صباح عاشوراء، يقول الراوي يتمشيان بين العسكرين عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن لعنهم الله، فقال عمر بن سعد لشمر: يا شمر، جمعنا هذا الجيش على شرذمة صغيرة، ولو شئنا لسحقناهم بسنابك خيولنا. فالتفت إليه وقال: تعسا لرأيك، أما تعلم فيهم العباس، هذا العباس بن علي، وحتى بالليل قال نغير عليهم، نعم نقتلهم، قال: بهم العباس، قال: إذن ننتظر حتى الصباح. ولما عرض عليه هذا العرض قال: بهم العباس، قال: ما رأيك فيه؟ قال: لا رأي إلا الإغراء. وجاء شمر ونادى: أين ابن أختنا العباس وأخوته؟ فطأطأ العباس حياء من هذا الانتساب، يقال أن شمر لعنه الله كلابي، فطأطأ حياء من الحسين، فالتفت إليه الحسين قال: أخي نور عيني أبا الفضل، أجبه وإن كان فاسقا. فجاء العباس امتثل لأمر الحسين سلام الله عليه، وجاء على فرسه المطهر، قال: ماذا تريد يا ابن ذو الجوشن؟ قال: اعلم يا ابن اختي، جئتك بكتاب امان لك ولاخوتك الثلاث، تعال معنا واترك الحسين، وما اجتمع هذا الجيش الا على قتل الحسين واهل بيته، وانا لا احب ان تقتل هكذا قتله. فنبض العرق الهاشمي بجبينه وقال: تعسا لك يا شمر، اتمنيني بدنيا زائله؟ ولا امان لابن رسول الله، ويحك
إذا شئت الشهادة والسعادة تعال معنا وانصر أبي عبد الله رحمة الله في أرضه أبو الفضل. نعم يمثل أخاه الحسين آنذاك، قال تعال معنا وانصر أبو عبد الله حتى تكون من الخالدين. فرجع شمر وخاب أمله، يا شباب ورجع أبو فاضل مر على خيمة زينب، وزينب سمعت أبو فاضل يكلمون عاد خافتها، عاد مر أبو فاضل وهو على ظهر جواد صاحت عباس نور عيني أبا الفاض. قال بلى سيدتي. قالت تعال يا أبا الفضل. راد ينزل من على ظهر جواد، قالت لا وأنت بهذه الصورة تقل يا عباس ريض لعلهونك اعلهونك اشعدهم اعداكم يندهونك. انا لوني لوني انا لوني انخطف يا ابو فاضل، انا لوني تغير وحق لونك لما شفتهم يحاشونك وبأمرة الجيش يواعدونك. انا خاف من اخيك يفردونك. يقلها تظنين انا روحا وعوف وعضيد الحسين، وعناك لو تنقلب صوبين انا لاردها بشمال دون اليمين. قلت لابو فاضل هالساعة ساعات وداع وارد احدثك بحديث اسولف لك يا ابو فاضل يا ما اخوي. سولف يا زينب قد حلا وقت الحديث، سولف لك يا ابو فاضل عودك لي واش راد امك وعن طيبه يتنسب حرامه ابونا من الشد عنك اخوي. انت غايته منها والهنامه ضمك ابونا المثل هذا اليوم ضمك ذخر يا ماجي يدوم. هاي الخيل هاي القوم هذي كربلة وعودك وصيتها اختاض وقال يا زينب شنه الخيل وتميت اخوك وصار ما بيده وفن ليقحم خيميت وحق الحسن يا زينب وكبده وكسر ظل عميك لفنا رقابها دونك اخوك وقرت عيونك لا لا ينخطف لونك يا زينب والعساكر. قال هاي اليوم ابددها العساكر قال ابددها صل وقام يتطوّى. خلي يفتخرون السادة بعمهم. العساكر قال شتتها صل وقام يتطوّى لما انسمحت يخته هاج وهزت النخوة. او زينب نادت به هونك يا والي الحرم تقوى هون يا بنداح الباب تقل ودي ليل انعاب حجي وياك الوعتاب وسولف لك يا ابو فاضل تقل وتجر ونته تقل اخويا وصيت من عباس بينا 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 ما من تهجم الغار علينا يا اخويا يا عباس يا اخويا الخفت منا يا اخويا حصل يا اخويا. هذا ابو فاضل يا اخواني نعم ربيب مولاتنا زينب هي ربته وهي شالت على متنها وهي نعم اولدت ام البنين سلام الله عليها وفتح عينيه بوجه زينب وابتسم وقال لامير المؤمنين يا ابي ارى هذا الوليد يبتسم في وجهي. قال يا بني هذا
كفيلك يوم كربلاء. على كل أحبابي وما بقى للحسين إلا أخاه العباس أبدا، كل أهل قتلوا علي وقاسم وبن هاشم والأصحاب. عند ذلك جاء أبو الفضل العباس إلى أخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال: نور عيني وسيدي، 34 سنة ما قال خوي ولا شال وجه يوم بوجه زينب ولا شال وجه بوجه الحسين. قال: سيدي ائذن لي، لقد ضاق صدري، سأمت الحياة، أريد أن أأخذ ثاري من هؤلاء اللعناء الكفار. قال: أخي أبا الفضل، إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأيتام الصبي قليلا من الماء. لكن الحسين قال له: يا أخواني، يا أبا الفضل، إذا أنت قتلت كسر عسكري وهد نعم جيشي، كان ينظر إليه جيش بأكمله. أخي أبا الفضل، إذا أنت قتلت كسر ظهري وهد عسكري. على كل أحبتي، وإذا بالأطفال أقبلوا وهم ينادون: العطش العطش، أضر بنا يا أبا الفضل. وسكينة شايل الرضيع وجايبة تلعمها أبو فاضل، وتقول: أنت موجود وإحنا عطشانين يا عمي، ما ممكن إحنا عطاشة وإنت موجود. وسكينة تقول أخوها الرضيع، تقول: عمك من يواعد يوف بوعوده، بس اظلم من الله تسلم زنوده يا أخو. عند ذلك أبا الفضل سلام الله عليه استاذن الحسين والعيال ودخل على مولاتنا زينب بخيمتها. أنا سمعت هذه الرواية من أحد المشايخ الله يذكره بالخير، يقول: والله لما دخل على تنقلها مولاتي، المصدر مولاتي زينب، تقول: لما دخل وبيده الراوية قال: سيدتي ودعيني. يقول زينب مطرقة مدنقة راسها، قالت: يا أبا الفضل، يا عباس، كل هذا العمر شبابك انت ما رفعت راسك بوجهي ولا يوم شفتك يا اخوي، هسه تريد تروح من بين ايدي وتريد اشيل وجه بوجهك؟ روح يا عباس، ما اودعك يا اخوي. ومضى ابو الفضل العباس، ردنا حيدر كربلا بيها يشوف شلون ابو فاضل اللي كدها على الصفوف، من اللي كدها قام يخطف للنفوس، وارض ما تنشاف بس منثور روس، صاره العريس والكون العروس، وهي تسلى ومبزول الزلوف، تبسمت لام الحرب لجلة تلوج، وكربلا كلها من ابو فاضل تموج، الشرد منع والمصوب ظليل، وجرت دمها وجرت وديان الطفوف، الطفوف تسيل من سيف المخيف، وحاط كل القوم لجناح رفيف، من ركب والقوم صار لهم رجيف، وهجت بوديانها من ابن الفحل، من يروف الدم وبو فاضل فزع، أو سيف له بالكون دمع للمع مزلمة. وأوقف ابن سعد اللعين 80 بطل، وكل بطل يعد بألف فارس، جابهم هذول نعم وخلاهم حتى يمنعون العباس. وكان العباس سلام الله عليه 3 أيام لم يشرب الماء، وقاتلهم قتال أحر من النار، وقتل أولئك اللعناء، وكشف المشرع ووصل إلى الماء. يقول الإمام الصادق بأبيه وأمي رحم الله عمنا العباس: لما وصل المشرع كان قلبه أحر من الحديد، كحديد نعم كصالية الجمر. العباس جاي يجيب ماي لعياله الأولاد أخوه الأخية، بعد غرف ماي وتذكر الحسين: لا يا أبوي، هو اليوم تنسى أخوه. لما حس ببرد الماء قال: يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين أتشربين بارد المعي، وهذا الحسين وارد المنوني. ومن الراوية وشاف الماء يجرب طون حيات، وقال: شربة قبل شبد حسين هيهات، وظن طفلة يا ويل من العطش ما آيات، وانا موت قرب والعمر قصار آيات.
شلون اشرب واخوي حسين عطشان عطشان وزينب والحرم واطفال رضعان وظن قلب العليل التهب نيران وحمل الراوية وتوجه إلى المخيم ولما نظر إليه ابن سعد قال ويحكم إذا وصل العباس إلى المخيم وشرب الحسين فوالله لا تستطيعون مواجهتهم فحولوا بين العباس وبين المخيم وأقبلت الجيوش واصطفت وسدت ما بين عباس وبين المخيم وكان أبو الفضل غير مبال بهم ولا بكثرتهم ولا بعددهم فاستل سيفه وصار يضربهم يمينا وشمالا وهو يقول أنا الذي أعرف عند الزمجر بابن المسمى حيدر أين تفرون اليوم يا كفرة لا يبقى صوت لا يرتفع أخذوه غدرا ضربوه على يمينه أيوا سيدا وعباسا ومظلوما أخذ السيف بشماله وقال إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين وصار يضرب الأعداء حتى غدره حكيم ابن الطفيل من وراء نخله لأن هذول شيمتهم الغدر أي والله فضربه على شماله أيوا سيدا وعباسا فاحتضن الراوي بزنده وكان كل هم أن يصل الماء إلى العائلة فنادى الشمر اللعين دونكم القربة فجاءته السهام كالمطار سهم أصاب عيني وسهم أصاب رقبته وسهم أصاب صدره وسهم أصاب قبل أن يقع النعم سهم بالراوية يا أخواني أبو فاضل جاي يمشي على ظهر جواده وريد يوصل الماء ونعم وسكينة واقفة على باب الخيمة قال يا عم انتظريني أنا جايت يا عمي وفعلا أخواني جات السهام ووقع السهم في الراوية فبدد ماءها يا وقف العباس متحير لا ما يصله ولا كفين يقاتل به فانحنى على ظهر جواده ليقتلع السهم من عينه جاء الله أكبر يقول هنا وقعت عمامته أيوا سيدا وعباسا فجاءه اللعين يحمل عمود من الحديد قال يا عباس أين قولك أنا الذي أعرف عند الزمجرة قال يا لعين أين كنت لما كان سيفي قائم بيدي رفع اللعين عمودي إذا أنا ما بي حيل أقرأ أنت صيح للعباس رفع اللعين عمودي وضرب العباس على رأسه أيوا سيدا وعباس فهوى من على ظهر جواده لا كنبي شلون طاح العباس ما عدى يدين يتلقى القاع تلقاها الأرض من دون تتشايح القمر فوق المسناية صاح حسين خويا وهو ويا الرأي أريد أنقل لك فرد موقف
مولاتي زينب قلبها يم ابو فاضل، وقلت للحسين خوي ابو علي اخونا راح وما عندي خبر من عدي يا اخويا، قف على باب الخيمه وانقل لنا الاخبار على ويات ما يطلع عن بنات الزهره. لكن خلاف الحسين والعباس من خراب الخراب. وفعلا جاء ابو عبد الله ووقف وصار ينقل الاخبار لزينب. قال اخي زينب ارى الرايه وصلت الى المشرعه. كيف يا نور عيني؟ قال ارى الرايه، نعم خفاقه، وارى اخي، نعم يسير الى جهه العلقم، واسمع صوت، انا ابن منكس الرايات، انا ابن خواض الغمرات. عند ذلك رفعت الرايه. قال اخي زينب ان اخي ابو الفضل جاء بالماء، أراه بجهة المخيم اتجه، بينما هو كذلك، وإذا أخطف لون الحسين حق أخيه، وانحنى ونادى أخي زينب، أخي زينب، سقط العلم، سقط العلم، وقتل ابن والدي علما السياف بها ويد علمة، وكشف ذيك الجيوش ووصل علمة علمة، أويل من وصل لحسين علمة، صاحب صوت خويا قطعت بيا يا أخو، من طاح القمر فوق المسناية، صاح حسين خويا وهو ويا الراية. آه آه من طاح القمار فوق المسناية، صاح حسين خويا وهو ويا الراية. من طاح القمر وحسين جاي يشوفه، لقى العباس لكن ما لقى جفوفه، ذب روح على خيب روح ملهوفة، لا بياخذ ولا يقدر يعوف. يقل له يا حزام الظهر يا عم الصواني، يا خويا الجنت شوكة بعين عدواني، يا ابو فاضل اختك واقفة تاني، والاطفال من العطش شاية. اخ يا خويا الجنت شوكة بعين عدواني، يا خويا سكنة واقفة تاني. عاد قعد يم اخوه، شال راسي خلاه بحجره مضروب العباس متألم، الله أكبر، يشيل رأسي يخليه على التراب، يرجع الحسين يشيل رأسي يخليه بحجرة، يشيل رأسي يخليه على التراب، مرة ثالثة شال رأسي خلاه بحضينه ويمسح الدم والتراب. هناك أبو فاضل شال رأسي متألم العباس آخر لحظاته، قال له الحسين نور عيني أبا الفضل أنا أرد ودعك، أنت عزيز علي، أنت خيي. آخر رمق قال أخي أبا عبد الله، أنا هس عندي أخو ويشيل راسي خليه بحضينه، لكن يا أخويا ما يصير، أنت بعد ساعة يقتلوك الأعداء، من يخلي راسك بحضينه؟ لا يا أخويا خلي راسي على التراب، خلي رأسي على التراب يا أبو علي. يقول له أخوي أبو الفضل في وين الكفوف؟ يقول له يا عقل تقطع ما أيبي أين الصفوف؟ ودمي على عيني جمد يا حسين ما شوف، نشف دموعي يا بجية آل هاشم. يقول له يا أخوي وين بتارك؟ طرحته. يقل له قطعة وجفوف وتركته، ولو كان كفي سلم هل بيرغ نشرته؟
ورديت بي للخيام وجود الماي سالم. قال لي يا اخويا حسين سلم على الحزينة وقلها يا خيال مني فارقتني. قال لي يا اخويا حسين سلم على الحزينة وقلها وقع راع العلام لا ترتجينا. قلها قبعة ويسارة ويمينة وصابوا بالعمى دراسة وتكور قمر هاشمها. عاد أخو يم أخو يقول حميد بن مسلم أنا جيت، يقول جيت أشوف، يقول الحسين غاب عن عيني، يقول جيت حققت النظر بالمشرعة وهي دار الحسين نايم. يم أخو خل صدر على صدره قلبه على قلبه وحاضن أبو فاضل ويبكي يقول لي يمك يمك يا عباس العزيز يمك واختلط دمع بيض دمك يا اخويا وسكنت تسلي الطفل بسمك ساعة ويجيب الماي عمك يا اخوي. تدرون يا اخواني اكو رواية لما وقع ابو الفضل العباس حسب امره الى جنبه قال كأنها أمي أم البنين. قالت بلى أنا أمك الزهراء. ابن فاطمة ذاك اللي سلم على أبو فاضل بكربلاء بزماننا هذا سلم على أبو فاضل السلام عليك يا ابن الزهراء. قال لا عذرنا السلام عليك يا ابن أم البنين. بالليل شاف مولاتني قلت لك سرت قلب وليدي أذيت وليدي أبو فاضل ولدي عزيزي. اي والله يا اخواني وقعد عند الحسين وصار يكلمه يقل بها ماي بها ماي يا اخويا العمد صابك وصوبني بها ماي وعفتني بين عدوانك بها ماي انا بعيني ما ظن يحصل بها ماي وروج ابدتك قبل المنية. اريد صرخة اعلى من ذيك الصرخة للزهرة لما ابو فاضل ايه ايه وهو يحاكي لاني مدد ايدي ايدي مات وظل ابو اليمة حوالي ايوة عباسة وسيدة وشهيدة اللي بقلب لوعة على العباس خلي يصرخ واللي ما بقلب لوعة خلي يسكت. أيوة سيدة وعباسة شهيدة. أما الحسين قام وظهر منحنس يقول حميد بن مسلم والله رأيت الحسين كالقوس المنحني كالقوس. يقول خال ايده على ظهره او ايده على راسه او صاح الحسين ذاك اليوم يا شباب صرخة فاقد اخي وشلون اخو ابو فاضل. يقول صرخ والله سمعه الجيش بأكمله اخي عباس الا انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بعدوي يا خويا العلم قل وين ودي يا نور العين دربي بيا انشد اللي انحنى ظهر على خي واشبك ايدي على خي العزيز الله اكبر. ترى الحسين خلاه هناك وابو فاضل راد والحسين هم راد حتى من تروح تشوف قبة عانق السماء للعباس عليه السلام. وجي ابو علي صعد جواده وجي من كسر ظهره على اخوه من كسر ظهره. تقول مولاتي سكينة رأيت أبي يتمتم على ظهر جواده تبين يبكي الحسين يحدي ينعى على أخوه. تلقيته وبيدها سكينة أبا أين عمنا العباس أين عمنا العباس
ما كلمها. عاد هي قلت لابوها وحداك وحداك يا من ما حد عرف معناك. طف هذا الضوء للعباس اريد نقرا طف هذا. تقول له وحداك 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 يا ابويا يا من ما حد عرف معناك وحداك وعلي امن ونتك يا ابوي وحداك وحداك يا بعد روحت شو جيت وحدك عمي بيا كتر عفت رميه يا ابويا وين عم ابو فاضل وين ابو فاضل اللي احنا ننتظره والاطفال الهموجه سكنه تقول سكنه تقول عمي راح مايا وبعيد النهر صار اليوم مايا صارت للخيم بالحرم صارت للخيل الحرم بالخيم موجة يخاف ان وقع صقر الغاضري وما تكلم الحسين خانك العبرة اجى الخيمة ابو فاضل وهاي خيمة بها عمود عالي شال العمود وقعت على اهلها وقعت على الايتام اللي بيها عاد عرفت مولاتي اخوها انقتل اجت للحسين شايطه تقول لي شمالك شمالك يا اخوي شمالك يا ابو علي تقول لي شمالك شمالك تميل بمشيتك خويا شمال انت جبل يا ابو علي شلون صرت تميل تميل بمشيتك خويا شمالك وشوف ان يبنتك تصفيك شمالك جنك عن نهر شتت شمالك يلمحن الظهر ما ترد علي يا خوي عاد اكلمها الحسين قال لها أخي تركته على نهر العلقمي بلا كفين تدرون شنو قالت مولاتنا قالت وضيعتها فأجابها الحسين قالت وضيعتها بعدك يا أبا الفضل فأجابها الحسين إي والله يا زين وضيعتها بعدك يا أبا الفضل يا أخوي ضعني ضعني يا أبو فاضل حسين يقول ضعني حسين يقول ضعني وين خيك يقل لها يا زينب راح عباس يا اخويا راح العضيد اللي يرفع الراياس ظل يبكي عليه الدرع والطاياس يلا زينب يسلم عليك يا ابو فاضل ويقول من تروح خلي تطوفني خلي تطوفني ورادت تطلع مولاتي لابو فاضل من احى الحسين قال اخي تركته على نهر العلقمي بلا كفين اخي زينب لا ان قالت من رخصة العباس اريد اصلي الشريعة ولاني الندر ردي ترى جفوفي قطيعة يا من يدلني على بدر العشيرة عندي بصيرة ويا الولي ورد استشيرة يرضى خواتم يا سرى صاحبي الغيرة وراس المشاد بالنوح يا جيلة الوليان يا خويا
هناك اجت سكينة واجت رقية واجن البنات كلهن عباس يا عمي عباس يا عمي حسين عباس يا أخويا عباس يا أخويا بك الحسين يا شباب على خي اجت مولاتي امسحي دموعك تقله لا يشاهد العدو هاي دمعة حير أخويا دمعتي الفاقد أخوه مثل أبو فاضل يقلها يا خويا زينب وينك ميتي وقامي على طوله بهالأدب مثل منو زينب خويا خويا من المهد بيا تعلق وحلا وانا صارت روح بي شوفي حنيت ظهر خويا لا تنشديني علي جفوفه مقطوعه شفتها من الزنود توسليت وياي المخيم يعود قال لي انا مستحي من سكينه من زينب اللي وعدتها بالماي انا ما اقدر اجي يا اخويا عباس يا اخويا عباس يا اخويا وقتل الحسين وجن الليل وجاءت إلى مصرع المولى أبا الفضل خويا تشيل مات الشماتة جارحة وجيت أذكرك شنو قلت لي البارحة كلمات الشمات جارحة وجيت أذكرك شنو قلت للبارحة البارحة مرت علي مثل الحلم وأنا بيكم أهم من واسم يلي مثلك ما تجيب أم الزليم عليك تسواش ما تنوح النايحة قالت ينطار ينطار أونون عقب الفجر يا أخوي أردبت يمك يا أبو فاضل باكر يطلع الصبح ويشوفوني أو إن ونعق الفجر ينطار ودنيا اللي من الهضي ما يريد ينطار خويا كنت بخدر بي عباس تنطار ينطار خويا ولنبين لنبين عدوان سمية يا خويا يا عباس بحات يا خويا انا قضيت عمر حات بحات ولا مره بكرامه نفس
ذبحها تصورها قاعد يا مخيها تقول له يا ابو فاضل تقبل يا اخوي اخوي اصوات القبل ما تنسمع بحت ليش يا اخوي قالت لان عباس مرمي على الوطية يا اخوي سامحنا ابو فاضل مو خوش قراية والله اي والله سيدي اي والله سيدي هذا المقدور يا عباس مولاي انت نعاك الحسين اخوك الحسين نعاك انت نعتك زينب انت بكت عليك الزهراء اش كبر حظنا يا عباس نقرا عليك ونبكي عاده قاعده يا ما خيه وليل وراح تفارقه راح ترجع للعيال للخيام لان ذاك الليل يا اخواني اطشرت العائله كل واحد صار بجهة وزينب كفيلة بيهم تكفلت العيال والأيتام بعد أبي الفضل العباس وبعد الحسين راحت لأخوها تشكيل الحال لأن تقول له أنا بس هالليلة يا عباس وباكر ماشي بيد الأعداء أسيرة بيد الأعداء وثاني يوم مرت قلت لعباس تراني ماشي وراح وقت الراضي وراضي يا اخويا ماشي وليك العذر وتدري ما ظل شور عنده ولا امر عجيب انت زينب ما عندك شور ولا عندك امر انت زينب اخت ابو فاضل قلت لي على جفوف داره وحبان اليسر وزينب الوياك صبحت ماضيه اي ابو محمد ماضي بعد ماكو زينب اليوم زينب بعد مو زينب خويا طلع صوت العد عدها لي ما ينهجس ابذر الناقة قمت الوذ من الشمس وعلى حر القاع اركض حاف يا ابو فاضل اركض واوقع واقوم تقبل على الخيم من صار يا اخوي الهجوم هاي بية لوذ من صوت اليحوم وذيج من النار قد ما حامية خويا بقلبي لميت البنات وكل بناتك كل بنات بقلبي لميت البنات وعهد من تبقى بحضن تبات مدللة وتنام نوم العافية وأصبح الصباح ومر بمولاتنا على نهر العلقمي صحى يا عباس ما انت اللي جبتني جبتني وبيدك يا اخويا ركبتني جنك رحت عني وعفتني يا اخويا وبديار غربة عيتني جنك رحت عني وعفتني يا اخوي زينب تمر على نهر العلقمي تقل لاخوي يا ما اخويا يا اخويا الخفت منا يا اخويا حصل وهذا حاد النوق يا اخويا وصال بيت ختام وياي وانه جزاكم الله خير قالت شوني يا اخويا وين والناس ما تدري يا اخويا اوين اوين والناس ما تدري شوني وانا الحسرات يا اخوي شوني يا اخوي بعد شنتظر شتمل شواني اخوك ونام بتراب الوطيه اه اخوك ونام بتراب الوطيه ابا الفاض اعذرني لو وصفي قصار ولساني